هو الإيمان؟ إيمان بوكودو. الإيمان، تعريف الإيمان هو قول باللسان، كان تقول بلسانك لا إله إلا الله. ده حرا إذا حمد ثاني حد وشتل دواش يوندون زيق دوش أعالر لا إله إلا الله. وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، يعني الظاهر يوافق الباطن. أقعي أولشتغ تنا دك ثاني حقيقة أغدى ديش دوحني دك ثاني أي أولشتغ ثاني تيش ويشوحونا، ولابد أن تعمل بهذا. أقتلت أحا قبل ديش دوحني ثاني عمل يشوحونا، كأن تصلي مثلا، تصوم، تحج. مثلا ديش تلام مزمارخ حجدر. الإيمان يزيد وينقص. إشت إيمان شاغ لحون بوخ لخ لحون. أركان الإيمان ستة. إيماني يعلق ركن يعون.